ومع هذا هذا الإنسان الضعيف أوله ضعيف وآخره ضعيف يتطاول على خالقه ويرد شرعه ويتكلم في شرعه بما لا يجوز قبوله حتى من طرف الناس فبالأحرى من رب العالمين. والله مهما تجبرتم وتعاليتم وفسقتم وفجرتم وظلمتم وضللتم والله لا مفر لكم منه، وأموركم كلها تعرض عليه قبل أن يتوفاكم. والناس راح تسمعوا الفوضى ديال ما يسمى بالعصابة أو العصابة تحيد، وما يسمى بالإرث مساواة الرجل بالمرأة أو الذكر بالأنثى. سبحان الله سبحان الله، هذه المساواة ما ظهرت لنا غير احنا. الله اللي خلق هذا الذكر والأنثى وما أعطى نبيه حق تقسيم الإرث بل تولاه بنفسه. أنا جاءت المناسبة وإلا كنت قد نخليها حتى تنوصل لها سورة النساء إذا أطال الله أعمارنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله من سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات من آية 190 إلى آية 194 من هذه السورة المباركة سورة آل عمران. هذه البداية، هذه الآية التي ذكرت فيها آيات من آيات الله تعالى، وإن ذكر بعضها فقط هنا فقد ذكرت مفصلة تقريبا في الآية 63 بعد 100 في سورة البقرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات لقوم يعقلون تفصيل. وذكرت مختصرة أيضا في مطلع سورة الجاثية ابتداء من الآية الثانية والثالثة والرابعة. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وكل آية من هذه الآيات تميزت بأمور. هذه الآيات التي سمعناها الآن وهي الآية الأولى من سورة آل عمران وهي موضوع الحديث إن شاء الله تعالى، تخللتها نداءات، خمس نداءات، ربنا 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 خمس مرات.
تميزت آيات البقرة آية البقرة بالتفصيل، تفصيل الآيات، عرض آيات التي تدل على عظمة الله. تميزت الآيات الثلاث من سورة الجاثية بتكرير آيات ثلاث مرات، آيات ثلاث مرات. اسمعوها: إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين، وفي خلقكم ويبث من دابة آيات لقوم يوقنون، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يوقنون. ثلاث مرات. إذن كل آية أو آيات هذه تميزت بأشياء، بأمور، وكل فيه حكمة الله تعالى. هذا هو كتاب الله، ولهذا قال ابن كثير رحمة الله عليه وهو يتكلم على شرح عن شرح هذه الآيات، أقول هذه الآيات من سورة آل عمران، قال: ذم الله الذين لا يعتبرون بمخلوقاته، ذم الله الذين لا يعتبرون بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. هذا كله كلام ابن الكثير. ذم الله الناس اللي مروا على آيات أي على مخلوقات الله فلم يفكروا، لم يتأملوها، لم ينظروا فيها نظرة تدبر وتفكر، كأنها غير موجودة. ولهذا أشار إلى هؤلاء في سورة يوسف فقال: الحق تبارك وتعالى، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وما معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي بمعنى كثير، كم من آية يمر عليها الناس وما يدواش فيها، من الغفلة أو من عدم التنبه لهذه الأمور. وبماذا تعرف قدرة الله وعظمة الله إذا لم يفكر في آياته؟ وهذه المخلوقات المتحدث عنها هي من آيات عظمة الله وكبريائه وقدرته سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية التي هي فيها إشارة، أي الآية هذه التي نتحدث عنها التي في سورة آل عمران فيها إشارة إلى ما مر من الأمور التي سبقت، وحيث إنها تخللتها ربنا ربنا ربنا، كأنها إشارة إلى إنهاء الأغراض المتحدث عنها قبل، فجاء هذا الغرض الكبير المفصل العام في هذه الآية التي سمعتم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالجملة مستهلة بإن، فيكون في هذه الجملة حتى الآيات فيها مؤكدان: إن المعروفة بأنها حرف توكيد ونصب،
ولآيات لم التوكيد، لام التوكيد لآيات، لأنها جاءت مقرونة باسم إن مؤخرا، لأن في إن في في اختلاف في خلق السماوات والأرض متعلق بخبر مقدر، أي كائن في آيات الله إلى آخره. ولآيات اسم إن مؤخر جاء مقرونا بلام التوكيد، والبعض يسمي هذه اللام لا لام الابتداء، ولكن الصحيح فيها أنها لام التوكيد تدل على التوكيد. فتكون الجملة كلها آية فيها مؤكدان إن ولام التوكيد. إذن في السماوات والأرض جار ومجرور متعلق بخبر مقدم محذوف، ولآيات اسم إن مؤخرا لآيات، وجاءت مجرورة المعروف آيات هي جمع المؤنث السالم، والبعض يقول بأنها ملحق بمجمع بجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم تنعرف في هذه الحياة ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة، لأن لآيات حيث جمع، لو كان لآيتان فتكون على أصلها، وحيث إنها جمع المؤنث فهي لآيات. إذن هذه الجملة في هذه الآية حتى لا نبقى مع مجرد الألفاظ آيات، اختلاف الليل والنهار آيتان، السماوات والأرض آيتان، السماوات جمع سماء وهي مذكورة في غير ما آية، لكن لم يرد جمع الأرض في القرآن، إنما ورد في السنة، معناه أن الإنسان إذا زاد في الأرض ضد الأرض لا شيء حاجة يطوق بها يوم القيامة من سبع أراضين، فجعل الأمر أرضين أو أراضين جمع في السنة والحديث صحيح، فلم يأتي الجمع في القرآن بالنسبة للأرض. ثانيا ليست مجرد سماء أو سماوات، ماذا في هذه السماوات ينظر إليها في علوها وينظر إليها في حسنها وجمالها وبهائها وسعتها، لا يستطيع أحد حدها، جعل الحد آيات. ألا تدل هذه الآيات على عظمة منشئها خالقها موجدها رب المخلوقات أجمعين؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، نحن الآن في الليل، جهات أخرى قد يكونوا في النهار، في البقعة يعني في الأرض كلها جهات أخرى قد يكونوا في النهار، سبقنا بأربعة ساعات ولا ستة ساعات ولا ثمانية ساعات، أو مؤخرين أمورنا بحال أمريكا مؤخرين أمورنا بخمسة ساعات ولا ستة ساعات، معناه نهار في جهة وليل في جهة، ومع هذا الليل ليل والنهار نهار سواء عندنا أو عند الآخرين. ثانيا لا يوجد مخلوق يقدر مهما اتسع علمه وعلا أن يدخل الليل في النهار أو النهار في الليل، فأمر محسوم لا يقدر عليه إلا الله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وبالنسبة للسماء والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم. كاين شي حاجه فوضى؟ كاين شي فوضى؟ تجري لمستقر يجريها خالقها وحدد لها اين تذهب. سبحان الله وعجبا. هذا المخلوق اللي هو الانسان اللي كرمه الله وفضله على سائر المخلوقات، يمشي واقفا على رجليه لا على وجهه ولا على بطنه ولا على ظهره. ولقد كرمنا بني آدم، أليس في هذا تكريم؟ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات لا تستطيع حدها ولا عدها ولا حصرها، وفضلناهم على كثير. بقى تقول هذه أصبح أصبح كثير وما تحدهاش ممن خلقنا تفضيلا. فجاء بالمصدر المفعول المطلق للتأكيد. ومع هذا هذا الإنسان الضعيف أوله ضعيف وآخره ضعيف يتطاول على خالقه ويرد شرعه ويتكلم في شرعه بما لا يجوز قبوله حتى من طرف الناس فبالأحرى من رب العالمين. هذا الإنسان ليس كل إنسان، ولكن الإنسان الطاغي، هذا الإنسان الطاغي المتمرد على خالقه يرد شرع الله، ما يقبل شرع الله. ويرى كأنه شيء عادي. حيد هذه الكلمة، حيد هذه الآية، هذه ردها، هذه مصالحها، شيء هذا كذا، خلاص. والناس راهم تسمعوا الفوضى ديال ما يسمى بالعصابة أو العصابة، خصها تحيد. وما يسمى بالإرث، مساواة الرجل بالمرأة أو الذكر بالأنثى، سبحان الله سبحان الله. هذه المساواة ما ظهرت لنا غير احنا. الله اللي خلق هذا الذكر والأنثى وما أعطى نبيه حق تقسيم الإرث بل تولاه بنفسه. أنا جاءت المناسبة وإلا كنت قد نخليها حتى تنوصل لها سورة النساء إذا أطال الله أعمارنا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما طلق وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما طلق إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان لا يخت فلأمه السدس بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين لهن الربع مما تركتم لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك هذو الإخوة الأم فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وإن جي أنا الضعيف ونطلق الثاني بلحية بلا حشمة ونقول يجب إعادة النظر في الإرث. يا سبحان الله ما أعظمك وما أحلمك يا رب، ما أحلمك ما أعظمك ما ألطفك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ألا نستحي؟ ألا نخاف الله أن يجمد الدماء في عروقنا فلا نتحرك من أماكننا؟ ألا نخاف أن يجمد الله ألسنتنا فلا نستطيع حركة تحريكها؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار، يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، إذا ذهب الليل جاء النهار وإذا ذهب النهار جاء الليل. وهذا ما يتجاوزها
حد هذا الليل ليل محدد يطيله الله إن شاء ويقصره إن شاء، يطول الليل متى شاء الله، وصاروا الناس كيعرفوا الزمان اللي كيكون فيه الليل طويل بالتجربة بالممارسة بالحياة، وتعرفوا متى كيكون النهار أيضا قصير أو طويل. لكن شكون اللي كيطولوا وشكون اللي كيقصروا؟ خالقهما معا، وفي الليل حكمة وفي النهار حكمة، حكمة يصلح النهار لأشياء ويصلح الليل لأشياء، على الأقل تسكن فيها الأنفس، فيه الأنفس تطمئن تستريح تستعد لاستئناف الحياة من جديد في يومها في نهارها. وفي كل خير، دورنا نحمد الله ونثني عليه ونوحده ونعظمه ونذعن لأحكامه، نذعن لأحكامه ونقبل أحكامها وننقاد إليها قلبا وقالبا، قلبا وقالبا، ظاهر وباطن. هذا هو الإيمان. من الإيمان أنك لما تفكر في المعصية قل لا إله إلا أنت ردني إلى الصواب يا رب، لأن نفسي بيدك وقلبي بيدك، إنك على كل شيء قدير، إن شئت هدايتي هديتني وإن شئت إضلالي أضللتني، ولا تفعلوا إلا ما أنت قادر عليه ومتحكم فيه، أنا عبدك الضعيف أنت متحكم فيه، لا مفر لي منك، لا مفر لي منك، ولا حيدة لي عن الإيمان بك والاستسلام لك ظاهرا وباطنا، لأنني أعلم أنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأعلم أن مصائر المخلوقات كلها إليك، وأنت تعلم ما في القلب قبل أن يتحرك القلب بما يتحرك، وتعلم مني ما سأقول وما سأفعل قبل أن أقول وقبل أن أفعل، أمري بين يديك، دلني على ما ينفعني في دنياي وأخراي، وخذ بيدي إلى الحق وثبتني عليه، واحفظني من شر نفسي وشر الشيطان وشر شياطين الجن والإنس، وأنا وإياكم جميعا، نرجو الله أن يحفظنا من شياطين الجن والإنس. كل هذا الكلام في إطار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، مش آية، آيات. لكن من يستفيد من هذه الآيات؟ من يعتبر بهذه الآيات؟ من يقف على هذه الآيات؟ من يمعن الفكرة؟ مش غير النظر، النظر بمعنى الفكرة، من يمعن الفكرة والتفكر في هذه الآيات؟ لما؟ لأنها تدل على عظمة موجدها رب العالمين. اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللهم اجعلنا من أولي الألباب، أولي الألباب، أولي العقول الكاملة الراجحة المستقيمة المهتدية، ما هو شيء غيره، لأن اللب الشيئي هو خلاصته، لب الشيء، اللب شي حاجة تعبر معها على كتقول، إما كتقول روح الشيء أو لب الشيء، هؤلاء الألباب أولي أو أولو جمع لا مفرد له من لفظه، أولو في الضم وأولي في الكسر أو الفتح، ونحن نعرف أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، أولي الألباب مفرد أولي، ما دام ما عندهاش مفرد من لفظها من أولي هو ذو بمعنى صاحب، أولي الألباب أي أصحاب الألباب، والألباب جمع لب،
وحيث إن أولي يعتبر ملحقا بجمع المذكر سالم، فما مصير أولات؟ كذلك يقال أيضا في أولات ما قيل في أولي، لأن هذا الجمع أيضا في المؤنث لا مفرد له من لفظه، فيكون مفردها ذات ليس من لفظه، خارج اللفظ ذات. كذو ليس من لفظ أولي وإنما من خارج اللفظ. هذول الألباب مدحوا، لأنه جاء سياق في مدحهم هذول الألباب. علاش؟ الآية غنذكرهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض يتفكرون، ما هو شيء غير يتفكرون، التفكر يكون بالقلب، هو القلب كأنه يجدد التفكر في الأمور، ولهذا العقلاء يفكرون قبل أن يقع أو يقدموا على الشيء الذي يريدون القيام به، يفكر بل يتفكر. إن زيادة الحرف أو الحروف في الكلمة تدل على زيادة المعنى، يفكر ويتفكر، ويتفكر يكون بالقلب. ومن ثم الذكر بالقلب وباللسان، وذكر القلب يسمى عمل القلب، خشية القلب، خوف القلب يسمى عمل القلب. سبحان الله، تقول القلب ده هو عنده عمل؟ إيه نعم، عمل القلب، لأن إذا قلنا التفكر بالقلب معناها عمل القلب، وإذا قلنا خشية القلب معناها عمل القلب. كيف فكر وأدى به التفكر إلى خشية الله؟ نرجو الله أن يجعلنا جميعا ممن يخشونه في السر والعلن. الذين يذكرون الله، الذكر فيه العام وفيه الخاص. هذا الذكر فيه التسبيح وفيه الحمد، تحميد الله، وفيه التهليل لا إله إلا الله، هذه كلها دخلة في الذكر. وفيه قراءة القرآن من أعظم الذكر ومن أعظم العبادات. فهذا القلب حينما يتفكر كيعمل خدام، قبل أن يقدم على شيء يتفكر فيه، هل هو نافع له أم ضار به، هل هو هذا العمل الذي يريد القيام به نافع للناس أم ضار بالناس، هل هو في مصلحته أو ليس في مصلحته ولا في مصلحة الناس. يعني يتفكر، هذا الذي يتفكر ما يوقع في الآفات إلا إذا قدر الله أن يقع، لكن الذي لا يتفكر ويندفع غادي يخلص كلما خطر بباله شيء زاد، فهذا في الغالب لا ينجو. والأول في الغالب ينجو، الذي يتفكر في الغالب ينجو، يعني ما يوقع في الورطات، لكن الذي لا يتفكر وغير زيد وخلاص هذا في الغالب لا ينجو. وإحنا المخلوقات يعني البشر بني آدم ميزهم الله بالعقل وهذا القلب، والعقل في القلب مش في الدماغ كما يقال. شوفوا سورة الحج: لهم قلوب كينا لا يفقهون في الفقه، معناه الفقه بالقلب، تفقه. ولهذا كان فعل فاقه، فعل فقهة، فقهة وفاقها وفاقها على ثلاث لغات: فاقها، 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 وكل واحدة عندها معنى ديالها، رغم أن الحروف هي
الفاء والقبلها، لكن كل حرف كل 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 فعل حسب ضبطه بالكسر فاقها، بالفتح فاقها، بالضم فاقها، يدل على شيء. طيب الذين يذكرون الله، هذ أولي الألباب هم الذين، لأن الذين نعت لهم لأولي الألباب، ونعت المشرور مشرور اسم موصول مبني على الفتح في محل جر، نعت لأولي الألباب، هؤلاء الذين هم أولو الألباب يذكرون الله بقلوبهم وألسنتهم. هل مجرد ذكر كما سمعتم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا ذكر أحمدك اللهم أحمدك اللهم أحمدك الله، هذا ذكر. لا إله إلا الله، هذا ذكر، وفيه معاه يجي الاستغفار طلب المغفرة، المهم هذا ذكر. وذكر آخر الخاص قد يراد به الصلاة، ولهذا جاء قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فدل على أن المراد هنا أن من عادة الإنسان أنه يصلي قائما، فإذا عجز نسبيا صلى قاعدا، فإذا عجز أكثر صلى مضطجعا أو متكئا، بمعنى في حالة أشد من الحالة ديال قاعد، مجرد قاعد. وقاعد لما يصلي إما يكون متربعا، وإما يصلي كما يجلس بين السجدتين، كاين مربع جالس شي واحد جالس مصلي تصلي جالس ومربع ما تعيبش عليه، أو يصلي الحالة ديالو اللي كيكون فيها جالس بين السجدتين، بحال اللي جالس للتحية يصلي على هذا الشكل، بمعنى يصلي على الكيفية التي يستطيعها. ما أرحمك ما جعلش الدين يعني سبحان الله هو مجبث مذ، ما تحول له هكا ولا هكا، جعل الدين عزائم ورخص، لكن لا يجوز استعمال الرخصة في محل العزيمة، بمعنى ما انتش من أهلها، ترخص ما انتش من أهلها. صاحب العزيمة لا تصح من الصلاة إلا باستعمال العزيمة، أي يصلي على الكيفية الشرعية الأصلية، وصاحب الرخصة لا يتعب نفسه، أعطاه الشرع الرخصة، إش كيبقى واش فعلا أنه مضطر لهذيك الرخصة، ولا ممكن يعافر شي شوية يصلي واقف، وإن كان شي شوية ما يكلفش نفسه. إذا كان يشوف رأسه أنه الصلاة وهو واقف تتعبه، يصلي بالكيفية اللي يقدر عليها، يصلي على الكرسي، يصلي جالس، يتربع إلى آخره. كل هذا تدل على ساعة دين الله عز وجل، لكن من وسعه كيف بغينا في وقت ما بغينا، أو نضيقه وقت ما بغينا، إحنا ما عندنا الحق باش نتصرفه. وسع ما تبغي توسع وضيق ما تبغي توسع، لا 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 لا، الشرع اللي كيوسع والشرع اللي كيضيق. أنا وإياك ونحن جميعا خصنا نكونوا مع الشرع، فين ما دار الشرع ندوروا معه، ماشي فيما دورنا حنا ندوروا معنا الشرع. لو وكل هذا للناس لكان مشكل كبير. اللي بغى شي حالة يدور الشرع داك الحالة اللي بغى هو، لا لا لا، اجعل هواك تابعا لدين الله، اجعل نفسك منقادا لشرع الله، تدور مع الشرع حيث دار، لا يدور معك الشرع حيث دورت. علاش؟ قد تستعمله في غير ما لا يجوز لك استعماله فيه، قد تدير الشرع
بكيفية لا يجوز لك أن تديرها أن تديره به وهكذا. إذن إحنا دائما مطلوب منا أن نساير الشرع لا أن يسايرنا الشرع. لو كان الشرع يساير الناس لما تبقاش تنحزب وما تبقاش 114 صورة كل الملايين على قدر أهواء الناس ورغباتهم وميولاتهم وغضبهم ورضاهم يحول الدين في المبغى في السفر وفي الحضر في الصغار وفي الكبار، وكلما كبر يبدأ ينقص من الشرح كما يبقى منه رسمية سبحان الله. لكن بمقتضى الإيمان نحن مع الشرع. كنا أصحاب عزيمة عزيمة يعني لا يجوز لنا ترخص. كنا أصحاب الرخص أعطانا الشرع الرخصة خلاص ما تعيب علي ما نعيب عليك. الشرع هو اللي أعطاني مش أنت، والشرع هو اللي أعطاك مش أنا. إحنا خصنا نكونوا على هذا الشكل بمعنى مستعدين لقبول حكم الشرع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم. كل هذه أحوال، قياما حال وقعودا معطوف عليها حال، وعلى جنوبهم أي مضطجعين في محل الحال، كلها على أحوالهم. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه. ولهذا يجوز أن تذكر الله غير قراءة القرآن اللي فيه خلاف. يجوز للمرأة أن تذكر الله كل أنواع الذكر وهي حائض أو نفساء، ويجوز لك أن تذكر الله وأنت على جنابة غير تجنب القرآن، بمعنى تقول لا إله إلا الله وتسبح الله وتحمد الله وتذكر الله كثير ما في مشكل. هذا أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يذكر الله على كل أحيانه وفي كل الأحوال. منهم من أدخل في هذا حتى في دخول المرحاض، لكن هذا يستثنى في الحقيقة. أنا ما بغيتش نخليها ما نقولها شيء، وكان ما هي خلاص علاش، لأنه دخلها قال لك في كل أحيانه ودخل فيها حتى أنه كيف ما كان أي حالة كان فيها يذكر الله. ولما اسمع ذكر الله بهذا الشكل بهذا العموم ما هو شيء قراءة القرآن. عظم كتاب ربك. وإن اختلف العلماء في قراءة الحائض أو النفساء للقرآن، البعض حاول يتوسط وقال تقرأ ما تدعو الضرورة إلى قراءته، أي ما تدعوها الضرورة إلى قراءته من القرآن، لا أن يكون لها ورد تقرأه وهي حائض كذا. أنا أقول الأيام ديال القرآن ديال الحائض محدودة، 5 أيام 3 أيام 7 أيام 8 أيام كاع خلاص، لاش تدخل راسك في الضيق إلى غاية نسي القرآن في 7 أيام ولا في 8 أيام وصافي خلاص. إذا ما نفعتك شيء وانت في عمرك 40 عام و50 عام وما نفعك شيء كل شيء اللي قريتي وغادي تنساه في 8 أيام صافي خلاص. لو كان هذا الشكل يوقع للناس ما يكون باقي حتى شي حد في راسو شي آية، كل شيء مشى. إلا كان في 7 أيام ننساوه و8 أيام ننساوه خلاص. هذا قول الحق تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هل اللب يتفكرون في خلق، تذكروا كلام ديال ابن كثير هو كلام ديال ابن كثير، ذم الله الذين لا يعتبرون بمخلوقاته. والآيات هذه كلها كذكر مخلوقات الله. شوف شعب المخلوقات في آيات البقرة
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخر الآيات. شوف شوف شعر. تأملوا قول الحق تبارك وتعالى وكتقرأها دائما. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر مما أنت مذكر. بعض آيات الله، لكن آيات البقرة كما قلت لك آيات البقرة ذكرت كثير من الأمور، وكلها تدعو إلى التفكر. يتفكرون في خلق السماوات والأرض كيف خلقت، كيف رفعت، كيف امتدت، ماذا أودع الله فيها من نجوم الكواكب السيارة والثابتة والثابتة. انظر الأرض، كل ما يحتاجه الإنسان خلقه الله فيها الأرض. ولهذا كاين الناس مختصين في دراسة الأرض بكل ما فيها. شوف هذه الأرض، شوف فيها كيف نفع الله بها. كل ما يحتاجه الناس موجود في الأرض، ما فيه المعادن بجميع أنواعها، أنواع النباتات، أنواع الأشجار، ولهذا كان أنواع المزروعات وتزرع مرات في العام، موشي مثلا كالشعير والقمح حتى مرة في العام، أنواع كثيرة. هذه الأمور كلها التي نعيش معها نراها، والناس يشتغلون بها وعليها، ألا تكون لنا فيها عبرة؟ ألا تستحق منا التفكر والتدبر وإمعان الفكر فيها؟ ولهذا كما سيأتي أن الله ما خلق شيئا عبثا ولا باطلا، كما سيأتي. كل هذه الأمور تدعونا إلى أن نجدد إيماننا بالواحد الأحد الفرد الصمد، وأن نعترف له بتقصيرنا. وأنا أقول للزائغين والمنحرفين اتقوا الله وارجعوا لله. ما كاينينش هنا الحمد لله، هذا ما كاينش معكم، سامحوني. اللي زائغ ما يجي لهنا، لا، المنحرف ما يجي لهنا. نرجو الله أن يغفر لنا جميعا وأن يهدي أبناء المسلمين جميعا. أنا أقول للزائغين المنحرفين الضالين ارجعوا إلى ربكم، والله لا مفر لكم منه، والله مهما تجبرتم وتعاليتم وفسقتم وفجرتم وظلمتم وضللتم، والله لا مفر لكم منه، وأموركم كلها تعرض عليه قبل أن يتوفاكم، فتجدون ملفاتكم جاهزة، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. إذن
ما علينا إلا نستقم، لأن الذي خلقنا من لا شيء وهو أبونا آدم خلقه من تراب كما تعلمون، وخلق ذرية آدم بني آدم إلى الآن إلى يوم القيامة من نطفة أمشاج من ماء مهين. أبونا آدم من تراب أو من طين أو من صلصال، كلهم مذكورين في القرآن، هذا الأصل آدم. لكن ما نقول نحن مخلوق من آدم، مخلوق من تراب، لا، أبونا آدم أول نبي. نعم، أما بنو آدم المباشرين من نسله هو مباشرة ومن توالى بعدهم على مر القرون والأزمان فمخلوقون من ماء مهين أو من ماء أمشاج كما في سورة الإنسان، أمشاج خلاط يعني مني الرجل وماء المرأة. فإذا علا ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة أنثت بإذن الله. وأصل ديال كيفاش يكون الذكر وكيفاش الأنثى إخبار، هذا مش كلام من عندي، حديث أخبر بذلك. إذا ألا يكون هذا مجددا لإيماننا بالله، الإيمان المطلق اللي ما فيش ولكن، حيد ولكن، تقول في حق دينك وفي حق الله عز وجل ولكن كن كذا 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 كذا، عقلي وعقلك القاصرين يستدركوا على ربي في أحكامه. سبحان الله. إذن نعود جدد ونقول نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أطال أعمارنا حتى نجدد علاقتنا بالله باستمرار عن طريق دينه. احمدوا الله أن أطال أعماركم حتى تتعلموا ما لم تعلموه في الماضي، وحتى تتأكدوا مما تعلمتم أيضا في الماضي، وهذا من فضل الله. وفي هذه المسألة يقال لا يجوز طلب الموت من هذا الجانب. علاش؟ لأن إذا أطال الله عمرك واستقمت على دينه تزداد حسنات، ونقول أيضا قد يزداد سيئات، قد يزداد سيئات. لكن ما دام المؤمن والمؤمنة يرغب في الخير وفي الطاعات وفي الاستقامة على دين الله، فإذا كان على هذا المنوال أو على هذا الطريق يكون طول العمر له أحسن من قصاره، من قصاره. لكن إحنا مع تأدب مع الله نقول اللهم أطل أعمارنا إن كانت خيرا لنا، إن كان خيرا لنا، إذا كنا سنستقيم على دينك وتحفظنا من الوقوع في المثبطات والمبطلات والمعاصي ونرجع في إيماننا إلى الوراء، الموت أحسن. لكن الأمر ليس بأيدينا، الأمر أمر الله وأرواحنا بيد الله، إنما نحن نستعين بالله على أنفسنا. ولهذا نجدد باستمرار طلبنا لربنا أن يحفظنا من شر الأشرار ومن مضلات الفتن ومن المعاصي ومن الظلم ومن التمرد على دينه. نرجو الله
أن نكون كذلك، أي ممن يرجون الاستقامة على دين الله، ولن ننجو إلا بالاستقامة على دين الله حتى الوفاة. ولهذا أقول لإخوان، حافظوا على تعلم دينكم، ينفعكم الله بالعلم الشرعي، لأن هذا العلم يحبه الله وأمر به، ولا يعرف دينه إلا به، ولا يعرف الحلال والحرام إلا به، ولا تعرف الحقوق إلا به، لا حقوق الله ولا حقوق العباد ولا حقوق الآباء والأمهات إلا بالعلم الشرعي. العلم الشرعي يقول لك زيد القدامة، يقول لك تؤخر اللور، افعل لا تفعل، العلم الشرعي ماشي شيء آخر. العلم كلها حسنة ومصلحة ومطلوب منا نتعلمها خلاص، لكن العلم الشرعي يضبط الحياة ويضبط الطريق إلى الله، وينجي الله به حامله المؤمن به العامل به في الآخرة، ونحن نعلم أن مصيرنا إلى الله. ولا ينفعنا إلا هذا الإيمان الذي نتحدث عنه والعمل بمقتضى الإيمان وبمقتضى شرع الله تعالى، لنعيش في رضا الله ونعيش محكومين بدين الله، ضوابط الشرع وأحكام الشرع، ونموت إن شاء الله على دين الله. هذا هو الربح، الربح ديالنا هو هذا. إذن هذا ما جاء في هذا الإطار في قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. غادي نبداو ربنا 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 خمس مرات، وربنا هي يا ربنا منادى، حذفت يا أندى هنا يا أندى. ربنا ما خلقت هذا، ها التفكر نتيجة التفكر جات، هؤلاء اللي جات فيهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا نتيجة التفكر الأخر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، قادهم هذا التفكير هذا التفكر إلى هذه النداءات: ربنا 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 ربنا. ولذا قلت في البداية كأن هذه النداءات فيها نوع من التوديع لأمور أخرى مرت قبلها، وكأنها فيها إنهاء لهذه المسيرة في هذه الصورة الطويلة التي مجموع آيها 200 آية، 200 آية في سورة آل عمران، وأطول سورة هي سورة البقرة 286 آية، وأطول آية فيها يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدليل إلى أجل مسمى، أطول آية في القرآن، أقصر آية في القرآن مدهامة كلمة واحدة مدهامة يا ربك ما تكذب. أرأيتم على ماذا نقف في درس التفسير؟ الآن غاديين عايشين مع القرآن. هنيئا لنا جميعا، نرجو الله أن يثبتنا على ذلك وأن يفتح قلوبنا لاستيعاب ما نقول وما نسمع، وأن يعيننا على الفهم الصحيح لكتاب الله، ونستغفر الله مما قد نخطئ فيه، قد نخطئ فيه. الخطأ ليس مرفوعا عن بني آدم، لكن لما كنقول الخطأ ما معهش تعمد. نرجو الله أن يغفر لنا جميعا، وهذه الأوجه كلها إن شاء الله لن يضيعها الله ما دامت مرتبطة بدين الله.
ما دامت مرتبطة بدين الله، وما تجمعنا إلا دين الله، وما جمعنا في هذا المكان الطاهر إلا دين الله، وحب الله وحب دينه وحب كتابه الذي نعيش على مائدته الآن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أول ثمرة للتفكير: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. خلاص احنا بدينا نداء: ربنا ما خلقت هذه المخلوقات بجميع أنواعها، ربنا ما خلقت هذه المخلوقات المذكورة في آياتك، في آيات كتابك، سواء في سورة البقرة أو في سورة آل عمران أو في سورة الجاثية أو في غيرها من الصور، ومنافع الأرض وأيضا ما فيها مذكور في غير ما آية كلها. يجب علينا أن نفكر فيها جيدا، علاش؟ تجدد صلتنا بالله وعلاقتنا بالله، وتدفعنا دفعا لمزيد من الاستسلام لله والانقياد لأحكام شرعه. نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الجلسات، هذه اللقاءات في بيت الله عز وجل، لا لشيء إنما لتعلم دين الله. نرجو الله أن ينفعنا جميعا وأن ينفع بنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، ويهدي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا، وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا. نرجو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.